نعم بالعربي. انت ما تعرف؟ نعم بالعربي عشان لما تبعتي لي فيديو انا اكتبها. الاحرف عندي ممسوحة بالعربي، المشكلة وين؟ ثاء ثاء ثاء. ايه ثقب تحت كرة. شو يعني كرة؟ ليش انت ما تعرف تكتب؟ اسود. لا أعرف، بس عشان أكتبهم ويكون معي وقت أن أحفظهم. الله الله، مربع، فري، بوش. شو يعني بوش؟ فارغ. عندي مشكلة بالأحرف، ما أعرف وين الألف. ها تمام، فارغ. كتو، صندوق، صندوق، كوفا، سطل، سين، سين، ساطل، كورو. شو يعني كورو؟ أعطيتك إياه قبل، يعني جاف. كمان ايش كمان في كلمات حابب تعرف معانيها؟ لا يا زار، يعني اكتب يا زار، اكتب يا ز اكتب، يا زار كاتب. تعرف يعني كاتب؟ لا كاتب يعني يكتب الكتب، فما تعرف. يلا ادور على الثاني. انت شو مشكلتك؟ ليش ما تكتب؟ لأني بقعد أوقف الجوال ثانية ايوه، على شو وراك؟ بطول لما أكتب. اه لقيته، كاتب. عرفت شو يعني كاتب؟ كاتب. شو كمان؟ شاير. شو يعني شاير؟ شاعر. أيوة. شو في كلمات كمان؟ دارس، درس نفسه درس. تمام، نشوف نطالع. حفظت لي هدول الكائي التاكي محله، حفظتهم. الدرس الجاي رح أسمع لك كمان هدول. شوف كل شي أحمر رح أسمع. الكا رح أكتبه هون على جنب. الكا يعني الكا رح اكتبهم هلأ بالتركي، بعدين اكتب إيل. إيل تا كي ما هلأ. سوكاك، سوكاك لازم تكون تعرف. تعرف شكرا. أين شارع الكاشو؟ بلد، نقول تركيا. دولة أيوة دولة، كتبت بلد وفيك تكتب دولة. دولة. إل
بل محافظة أو مدينة. محافظة. محافظة. بفضلك حفظت الأحرف. وين ظل الضغط؟ وين الضغط؟ محافظة، لأنه عندي بالتركي ما في. يلتشا بلدة صغيرة مثل فاتح مثلا. كي قرية. قرية أو أنتوا بتقولوا ضيعة. ضيعة. ما هلا شارع عام. تعرف الشارع العام؟ يعني شارع بس كتير كبير، مو مثل اللي فوقك اللي فوق. شارع عام. عام. سوكاك الشارع العادي. شارع بيوتنا مثلا. شو كمان ندور؟ دول كلمات مطلوبين. تمام. بتكي شو كان بتكي؟ بتكي بيت. بيت كي يعني نبتة. تشيك. لا ايوه زهرة. عزال. عزال يعني خاص. يعني خاص. شو كمان عندي؟ هاي الصفحة بس. هدول في ثانية. ميمار. ميمار تعرف شو يعني ميمار؟ ميمار يعني مهندس معماري. مهندس معماري. مهندس. أنا مهندس معماري. أبوك شو يشتغل؟ أبوك مهندس. سبحان الله. حسيت. ما فهمت. استنى. نبات. شيك. زهرة. غزال. خاص. 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 ألف. ليس راح اكتب لك كلمات بإن ما تجي. جيت. بس عشان كنت بكلم أبوك. ليش؟ هو غران علي. تسأله مهندس ايش؟ لا هو غران علي. تمام. على الهاتف. كلك يعني كلك بورون. طاطس. طاطس شو يعني طاطس؟ ماشي طاطس سكون.
دري يعني جلد. قلتلك يا قبل صح، جلد. كولاك يعني أذن. برون ما تعرف. أنف. طاط. طاط يعني طعمه. طعم مه. دوكونش يعني دوكون يعني المس، لمس. اللمس بس معنى دوكون يعني أمر، هون معنى المس. اشتمه. ايش يعني اشتمه؟ اشتمه يعني السمع. بس بقول الكلمات اه كيف بهذول الكلمات كفو، خذ لقطة شاشة عشان ما تستنى، او ابعت لك اياهم فورا ينبعتوا. يلا. انا بصورهم. صورت مش الحال، بس اوكي امسحهم اليوروم نرجع. Where is it? Where is it? Where, 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 where? تعرف إنجليزي؟ في آفل. منيح، قديش مستواك فيها؟ Can you speak English? Yes. Yes. أيه. نيح، تعلم تركي عربي انجليزي تشوف يول. ايه مبارحة بالماتماتيك اعطيتك للبيش والالتو والاكي والاتش والدورت، ما اعطيتك والاون. شو كانت قاعدة الاون؟ اون الى بالنبي ما كرالة نيدة. آخر شيء بيلار بصمة صفر والمله، بيلار بصمة صفر والمله. طيب والبيش؟ صفر بقش صفر بيش. ألتي لازم يكون بيقبل على بيقدر يتقسم على الثلاثة وعلى الاثنين. برافو، هم ايكيا هم اتشا بالنبي الماء كرالة يشمله. طيب كرال تبع ايكيا ايكيا شو كان؟ لازم يكون عدد زوجي شو زوجي بالتركي؟ شو زوجي بالتركي؟ شفت؟ هاش نساوي؟ شفت سايلار؟ تك سايلار. طيب بعد الاشو ابيت اتش ومضروبات الثلاث شو هو مضروبات الثلاثة؟ جمعهم، جمعهم مضروبات الثلاثة. الآن نجي على الدوكوز دورت وبيخلصوا عندك، ضل بس دوكوز ودورت. دوكوز إلى بالنبي الماكورالı يوكي بير doğa sayının basamaklarındaki rakamların sayı değerleri toplamı 9 ile kalansız tam bölünebiliyorsa bu sayı 9 ile kalansız tam bölünebilir. Nufihal مثل الثلاثة نجمعهم يكون مضاعفات الرقم ثلاث مضروبات ثلاث. هون كمان عم يقولوا نجمع الأعداد بيطلع مضروبات الرقم تسعة. يعني مثلا عم يقول برينجيرنك
5136 sayısı 9 ile tam bölünebilir. إنه بتقسم على 9 بشكل تام. فنحن لازم نجمع هاي الأعداد. 5 نجمعه أرتي 4 أرتي 3 أرتي 6 كاتش. Yormuyor. Olmuyor. Ne yapsam olmuyor. Daha önce böyle oluyordu. Allah Allah. Arapça olduğu için mi? Cemaat'ın? Kaç? Cevap kaç? 18. Peki 18 ise 9'un katları mı? Madrubat tesa. Ha? Evet. Şu madrubat tesa yatını 18. İki. Kaç? 2'ye aferin. Ben ha 9 ile tam bölünebilir Utku. Tam yani بشكل تام. تام قسم شوفوا قد يتقسم ولا لا. Bakalım. Burası 9. 6. 3. 4. 5. Yalan gelsin. Rapolter. 54 في كم 9؟ Altı. 6 çarpı 9. Evet. 54 çıkart. 0. Sıfır. Nezel 3. 3 في كم 9؟ Sıfır. Sıfır. Bir 36, 36 pi kem 9. قرب عليه ما عم بسمع. 3 ب. والله لو عندي كنت ضربتك على رقبتك من ورا. السؤال التافه روح تحله غلط. شو اضرب 9 يعطيني 36؟ يينا 3 ديو يا 3 ديل 4 4 4 36 verir bana. Çıkart 0 0. Kalansız gördün mü? Bak kalan kalmadı. Çünkü biz bunları topladık. 18 çıktı. Ve 18 9'un katları. Sen 9'un katları. Mudafat 9 yani. Yani 9 حط عليها 9 18 حط عليها 9 27 حط عليها 9 يعني نزود 9 9 مضاعفات أو تقول 9 ضرب 1 9 ضرب 2 9 ضرب 3 9 ضرب 4. فإذا طلع المضاعفات التسعة 9'un katları çıkarsa o zaman 9'a tam bölünebilir. 9 ile tam bölünebilir. Tıktı بهيك. إنه بتقسم على 9 بشكل تام. يعني شوف هذا بشكل تام بتقسم. لو مو تام كان رقم طلع هون كلام. كلام اللي هو باقي. باقي. Başka bir soruya 2014 bak diyor ki 2014 sayısı 9 ile tam bölünemez. Yani ma bitkassam al 9 bi şekil tam. Leş addeş cem al 2014?
لا تنام لا تنام، جاوب. دي يدي يدي مو مضاعفة، هذا 9 معناها لازم يطلع عندي كلام، شنو تام برنمس تكتب لي، رح اكتب لك اسئلة هلا، تكتب لي تام برنمس. طيب يرمي في كم دوقس؟ هذا مر علي وجه كثير. هون 9 مختلف. هايدي 20 ده كاش عنده كزبر. عشرين فيها كم؟ 9. شبيك اكي 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 جاب دوكس. اريكي ونيكي مسكيت انسيكس شكارت اكي، نزل البير يرمي بير، فيها كم دوكس؟ اوكي اكي اكي جاب دوكس، هنا 18 كارت. يلا جاوب. اوتش، نزل الدورت. هلا وسام يقول اوتش، ما اختلفنا لانه صغير، سبده شوي شوي لتعود، بس انت تقول مصيبة. اوتش اوتش. طيب نزل دورت، اوتش دورت، فيها كم دوكس؟ يلا يا أسامة، قبل شوي قلنا دور شارب دوكوز و توزالتا، أنا في كم؟ أسامة يا أسامة، لك أسامة افتح الصوت، ليش مسكر الصوت؟ طيب والله لو عندي. طيب ايش شارب الدوكس قديش؟ ايش شارب الدوكس؟ كمان نسيانها؟ يرميدي يرمي ده شكات نقص. شايف طلع عندي الكلان يده، لأنه طلع جمع هذول 7 يده، واليده مو من مضاعفات 9، او يزدان كلان كالدı، gördün mü؟ كلان var burada. 7 sayısı 9'un tam bir katı olmadığı için 2014 sayısı 9'a tam bölünemez diktibli. Tam bölünemez. انه ما بتقسم بشكل تام. افندم؟ بكون عندي يا حفظ يا واجب حساب. هذا المرة عندي حفظ واجب حساب. والله يا بجاك شيء، عندك بكرة عطلة، بعد بكرة لسه عندك يومين، بكرة عطلة، ايش عندك ولا شيء؟ الكلمات قليلة اصلا، بعدين لا تنسى كلمات اليوم ما قرأتهم منيح، بكرة اخر مهلة، اذا ما تحفظهم كلياتهم توقف بوحدة، بدي اقول لامك انا نسوي جام. يلا انت قسمني هدول، شوف اللي اكتب لي كمان جنبهم بالنبي لير بالنمس، رح اكتب لك بس مشان ما تقول كثير كثير، عندك بس 9، بدك تقول انه جمعهم مضاعفات 9، بس هيك نيسا، رح اكتب لك بس 5 أسئلة، امري لله. رح تروح المدرسة شو تحكي؟ بلي لأنه بلو ما في، نحط نقطتين كمان، هاي بلو نقطتين بلو. طيب باش يسكرسيكيز بلو دوكس
معلش اكتب 10، اذا بكره عطلة يعني. ماشي ماشي. سيك از بين سيك از يوز هات مش بيش بلو دوكس. انت اعمله مثل الكرسي. ها وبعد ما تطالع الجواب تعال اكتب مثل هدول كمان اكتبهم، وتعال اكتب جنبهم تام دوكوزات تام برنابلر او تام برنماز. طيب واحدة ثانية ترجمة 6282 بölü 9 bu 3 oldu. Sekiz bin 800 56 zaten daha önce yaptık. 56 bölü 9 kaçtır? Dur kam saru eddilli. Beş bin 607 bölü 9. ما بكتب من حالي ها لأنه مو كلياتهم بيتقسم، ما احسب بعدين ما اكتب لك. بيش بين التيوز، بيش بين التيوز 25 بولي 9. والأغلبية بالنبلر إنه تام بالنبلر لازم يطلع عندك الباقي صفر صفر. الأغلبية كم صار وكم ضل؟ كم ضل؟ 7866. ليش ما تجاوب؟ كتبت 7 مش 5. وقلت لي تمام، قلت لك اساويهم 10. معلش ما قلت لي تمام، ما نسيت. طيب خليهم 7 بير 2 3 4 5 6 تمام. يد ثاني اوصل خلص نكتب 7 امري لله. يا بجاك بشيوك بضل عندنا في الدور هاي الواجب، لها. في الواجب طبعا امبارح. بعته ها ايه؟ بعته شفته. رح اسألك عن الاكي والايت وال الطي والبيش والاون والدوكس. تمام بضل عندك بس الدورد وبنخلص هذا الدرس. ابعت لك واجب له. شو رأيك؟ واجب ايش؟ الماتماتيك مثل هاي يتشيك خلاصز بيرلينر. أبي أقول مين من هدول بتقسم على 3 من دون باقي. حبعت لك إياه رابط إذا حبيت وضل معك وقت حلو، إذا ما ضل وقت معلش اتركه للدرس الجاي تخلص لك الأربعة كمان ومنه بتحله. الدرس الجاي أكيد راح أعطيك إياها وظيفتين. يعني شوف هاي آخر رابط بعثت لك إياه بعد الرسمة هاي. مطلوبة منك وظيفته يوم الثلاثاء الثلاثاء. تمام يمكن ما أرجع بعد الثلاثاء أيوة الثلاثاء. الثلاثاء هو هيكون أول يوم اللي مدرسة. هو بالليل أنا راح أعطيكم. أي ساعة بترجعوا؟ ما بعرف لسه. ما بتعرف؟ يلا مو مشكلة. المهم هلأ ضل دقيقة رح يسكر الزوم. صار عندك أسئلة كمان اسألني، إذا ما فيني اشرح لك إياهم على الهاتف بشرح لك إياه بالدرس، بس المهم اسألني. تمام ما تقول ما فيني اسأل أو شيء، اسأل إيش ما فهمت اسألني. تمام الله يشتك.